يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول: ما نصيحتكم في من ينال من الشيخ الألباني رحمه الله ويحذر منه، وما موقفنا من ذلك من هذا الرجل؟ أقول هذا من أعجب العجائب، كان الشيخ الألباني يحذر منه، يحذر من إنسان خدم السنة وأفنى حياته في الاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث فيها وبيان ما يصح وما لا يصح. الذي ينبغي الإنسان هو أن يدعو له وأن يثني عليه وأن يستفيد من علمه. والحقيقة الناس في هذا الزمان، هناك شخصان ما يستغني المشتغل بالحديث عن الرجوع إليهما، الحافظ بن حجر والشيخ الألباني. يعني الاستفادة من الحافظ بن حجر فيما يتعلق بالحديث عظيمة، والاستفادة من الشيخ الألباني فيما يتعلق بالحديث عظيمة. ولهذا الذي يحذر من الألباني، أو يعني معناه يحذر من معرفة الحق والوصول إلى السنة، لأن الشيء الذي حصل من الألباني فيما يتعلق بالحديث هو خدمة فائقة وعناية تامة في السنة في تسهيل الوصول إليها وفي تقريبها لطلاب العلم، فهو حقيق بأن يثنى عليه وأن يدعى له.